طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة النهاردة هناخد فيها جزء من الأكشن سكريبت، جزء بسيط من الأكشن سكريبت مع الموفي كليب. أنا عندي الموفي كليب، هستعملها إزاي؟ ممكن أجيب هنا الريكتانجل تول، ماشي اهو، بس هو هنا ابيض، اغير اللون بتاعه. قبل ما ننتقل للموفي كليب، احنا بس هناخد هنا عندي دول احنا سميناهم فريمات، كل ده اسمها فريم. طيب انا لو عايزه الفريم دي تتكرر معايا، يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو دست كنترول انتر، احنا اتفقنا كنترول انتر بشوف بيها الشغل بتاعي ايه شكله، يعني ايه يعني النتيجة بتاعت الشغل بتاعي. اهو كنترول انتر طالع لي بس المربع ده او المستطيل ده. طيب انا ممكن اجي اعمل ايه؟ ممكن اجي اعمل هنا كليك يمين، انسيرت فريم. انسيرت فريم يعني معناها ايه؟ انا بزود فريماية عندي على اللير ده، فبتدي كده زودت فريم. طيب عندي حاجة تاني اسمها insert key frame. insert key frame بزود على الفريم، يعني على المستطيل ده اهو، جاب لي ايه؟ جاب لي ده فريم وده برضو فريم، بس ده اسمه key frame لان ممكن اقدر ازود عليه حاجة تانية زيادة. يعني انا حطيت هنا مستطيل، ممكن احط دايرة ونشوف انا اقصد ايه بالكلام ده. لو رحنا هنا لاول فريم هلاقي ايه؟ المستطيل، وهنا هلاقي المستطيل والدايرة الاتنين مع بعض. يعني هو على الفريم اللي فاتت قدر ان هو يزود لي حاجة تاني. طيب انا لو عملت كنترول انتر وشوفوا ايه اللي هيحصل. بصوا بيعمل ايه، هو بيعمل ايه؟ بيخلص الفريم دي، يمشي عادي، مشي وبيرجع هنا، مفيش حاجة تاني زيادة بعد الفريمة دي، مفيش أي حاجة تاني زيادة. هيرجع تاني يكرر وهكذا، يروح ويجي يروح ويجي وهكذا. طب أنا لو عايزة أزود مدة العرض بتاعت الفريم يبقى بعمل ايه؟ بعمل insert frame. insert frame احنا اتفقنا ايه؟ ان انا مثلا هنا الفريم ريت عندي 12 فريم بير سكند، كل 12 فريم بيديني ثانية. ادي اهو لو انا جيت هنا عملت انسيرت فريم. طب انا ممكن اعمل انسيرت فريم دي من اختصار عندي في الكيبورد، ممكن ادوس كده على الفريم اللي انا عايز ازودها وادوس F5. F5 عندي هنا بتزود الفريمات. طيب اجي للفريمة هنا بتاعت الدايرة برضو ازود F5، نشوفوا ايه اللي هيحصل. شوفوا عملت ايه، يعني الحركة هديت شوية، ماشي غير الاول. طيب انا كده عملت insert frame و insert key frame. طب انا عايزة اعمل حاجة تانية عندي اسمها insert blank key frame. blank key frame يعني معناها ايه؟ معناها ان انا انزل لي فريم فاضي مفيهوش اي حاجة، تمام؟ يعني ايه؟ يعني هيفرغ لي كل المحتويات دي اللي على الستيج اللي عندي. اهو insert blank key frame، شايفين عمل ايه؟ انا عندي insert frame بيزود الفريم، بيزود بس مدة الفريم. insert key frame بيزود الفريم بس ايه؟ بيخليها مستقلة بذاتها، يعني اقدر ازود عليها، ممكن امسح ماشي بس اقدر برضو ازود عليها. طيب عندي insert key frame بقدر اعمل بيها ايه؟ افرغ محتويات الستيج عندي خالص، بتديهاني حتى فاضية، شايفين حتى ايه العلامة بتاعتها هنا؟ الفريمة دي فاضية مفيهاش اي حاجة، كده معناها ان هي مش عليها اي حاجة.
ممكن احط عليها مثلا ريكتانجل. بس ايه لو باقي البروبرتيز عندي هنا في اي شكل من الاشكال عندي مش ظاهره، بشدها كده لفوق عشان تظهر. ممكن اغير لونه، تمام، وازود برضو حجم الفريم. ازاي ازود حجم الفريم؟ ممكن اقف من هنا وازود F5 F5. لا، انا عايزة لغاية الخمسين دي. ممكن اقف عند الخمسين وادوس F5، بيملالي كل المساحة الفاضية. هعمل برضو كنترول انتر، او عندي من فوق هنا كنترول تيست موفي، شايفين على قد مدة الحركة يبين لي الأشكال، تمام. طيب أنا كده عندي بس بشوف يعني إيه insert frame، insert key frame، insert blank key frame، ماشي. طيب أنا عندي برضو من هنا ممكن insert، لو الناس اللي بتحبش تستخدم كليك يمين ولا أي حاجة. باجي من هنا insert timeline و frame، اهو ممكن اجي insert timeline key frame، ماشي، برضو insert timeline blank key frame، تمام. فالناس ممكن تستخدمها برضو ايه، يا اما كليك يمين، يا اما عندي من الكيبورد عندي F5 بالنسبة. ادي عندي هنا بالنسبة للكي فريم انسيرت فريم بضغط F5، بالنسبة للكي فريم بضغط F6، يعني ممكن ادي F6 اهو، اروح حتى اهو دايرة زيادة. بالنسبة للبلانك كي فريم بضغط F7، تمام. طيب انا عندي حاجه تاني، احنا كده اخدنا بس انسيرت فريم وبلانك كي فريم والانسيرت كي فريم. انا عايزه اشوف ازاي اقدر اعدل من شكل لشكل، يعني اعمل ايه، يعني اعمل حركه ما بين الاشكال، اخلي مثلا مربع يتحول لدايره، يعني يبقى فيه حركه كده ما بينه وما بين الدايره. انا الاول هشيل كل دول بظللهم كده، تمام، واعمل كليك يمين في عندي ريموف فريم. لو انا الفريمات دي كلها مش عايزها بضغط ريموف فريم، اهو كده انا شلت كل الفريمات اللي كانت عندي، ماشي، وعملت ريموف فريم. في عندي بقى ايه، اول حاجه ان عايزه الحركه بتاعتي مثلا المده بتاعتها تبقى عندي من 1 لـ30، حاجه هنا اعمل ايه، انسرت ايه، انا عايزاها تبتدي بمستطيل تنتهي بدايره، يبقى هعمل ايه، هعمل هنا F7 اللي هي مين، بلانك كي فريم، ممكن انسرت كي فريم، بس انا عايزه افرغها خالص وارسم بس دايره اهو. انا رسمت الدايره، انا عايزة اعمل ايه دلوقتي، من ما بين ما عندي يبتدي بمستطيل ينتهي عندي بدايرة، هاجي هنا في النص واضغط كرييت شيب توين، شايفين عمل ايه، انا بتحرك كده بقدر اشوف ايه اللي بيحصل. انا ضغطت ايه، انا هعمل ريموف توين واعيد العمليه دي من تاني اهو، هاجي هنا كده في النص ما بين الاثنين، وهعمل كليك يمين كرييت شيب توين، كرييت شيب توين يعني هعمل لي حركه ما بين الشكلين، لان هو هيحول لي ما بين شكلين، احنا نحفظها كده كرييت شيب توين، شيب ما بين الاشكال، يعني هيحول لي من شكل لشكل،
ما بين ايه؟ المستطيل للدايرة اهو. عايزة اشوفها كويس، هدوس كنترول انتر، او قلنا من فين؟ من كنترول وتست موفي اهو. شايفين عمل ايه؟ ابتدي ايه، هو بيعيد العملية دي على طول. طبعا احنا هنشوف ازاي نوقفها شوية كده بس، هنشوف ازاي نوقف العملية دي كده. تمام، لو انا خلاص مش عايزة الحركة دي، لو مش عايزة الشيب ده بعمل ايه؟ لو مش عايزة الحركة دي هدوس ريموف توين، ريموف توين. طيب انا ممكن اعمل من شكل لشكل، يعني الناس ممكن تعمل الحكاية دي واجب. هاجي ادق اهو، انا عندي هنا حولته لدايرة، هاجي هنا مثلا عندي 55، اعمل كليك يمين انسيرت بلانك كي فريم، واحوله مثلا للشكل ده اهو. ممكن اغير لونه عشان الناس تركز حتى درجة اللون هو بيلعب فيه. ممكن بمشي كده بالسكرول بار، وهاجي هنا اعمل كليك يمين، ممكن انا عملت ايه، انسيرت كي فريم. لو انا مش عايز الشكل بدوس عليه ديليت، بمسحه كده، اتفرغ خالص عندي الستيج، وبارجع تاني مثلا اخليه الشكل ده اهو، اغير لونه. تمام، وبعد كده هعمل ايه ما بين كل واحد والتاني، اروح دايسه ايه، كرييت شيب توين، كرييت شيب توين، كرييت شيب توين، وهكذا. هنشوف بقى ايه اللي حصل. كنترول انتر، شايفين بيعمل ايه؟ ممكن اخد هنا اكتب نص، اكتب مثلا هدو، فلاش، اديني كتبت النص ده، كبر الخط. تمام، وهاجي هنا انسيرت كي فريم. كي فريم ليه؟ انا عايزه احافظ على التكست، بس هاخده بدل ما هو كان المكان بتاعه هنا، لا هحطه هنا. تمام، وهعمل كرييت موشن توين، شوفوا اللي هيحصل بكنترول انتر. الجهاز وقف، اهو اخد لي على نفس المسار. حرك الكلمة بقى من هنا اهو، اولها لاخرها بس. حاجة صعبة في الكلام ده؟ لا لا، احنا كده ايه الشكل، طالما انا بتحكم في شكل واحد، مثلا حاجة واحدة، صورة واحدة او تكست واحد، اتحكم في الشكل ده او في التكست ده كله، خليه على لير. يعني مثلا انا اخلي الشكل هنا عندي التكست على لير، ممكن ايه
اسميه، بعمل هنا كليك يمين مثلا او دبل كليك على الشكل كده على كلمة لير، واكتب مثلا تكست اهو، ده مثلا خاص بالتكست. اعمل لير تاني، اللير التاني ده هسميه شيب، ماشي، احط عليه الاشكال، يعني ممكن احط عليه شكل اهو زي كده. ممكن اخد لير تاني اسميه ايمج، ده احط عليه الصور اللي الناس استخدمها، يعني ممكن هستخدم الصورة دي، ادي الشيب ده، الشيب ده لا انا مش عايزه هنا، لو الشيب ده انا مش عايزه يظهر دلوقتي، عايزه يظهر هنا. هعمل ايه؟ انا هشيله بس دلوقتي كده، عايز يظهر في نهاية التكست. بعمل ايه؟ بعمل هنا كليك يمين insert keyframe، هو كده كده فاضي اصلا. هاجي هنا هو ريكتانجل، يعني ايه؟ يعني بعد ما الادب فلاش دي او الكلمة دي تخلص يظهر لي ده اهو. هعمل كنترول انتر، اول ما تخلص يظهر، بس طبعا بيظهر ويختفي بسرعة. ليه؟ لان التايم بتاعه يعني هي يدوب مش مكملة الثانية. لو انا عايزه يبقى اكتر بعمل ايه؟ بزود عدد الفريم بتاعته، يعني ممكن اخليه يبقى واصل لستين مثلا. هاجي هنا وادوس insert فريم، ايوه تمام اهو، هعمل كنترول انتر اهو، هيثبت لي شوية اهو. برضو نفس الحكاية، لو انا عندي صورة، الصورة دي بعد ما عايز اخلص اهو، هدوس ايه هنا، هروح دايسة insert keyframe، يعني بعد مثلا الشيب ده ما يظهر عايزة الصورة دي تظهر. لو انا عندي صورة طبعا هجيبها، نشوف عندي صورة ولا لا، هعملها على طول import to stage، احنا اتفقنا import to library، هياخدها يحطها في library اللي عندي دي. لا انا عايزها على طول تظهر عندي على الستيج، بعمل import to stage. تمام، ايوه هيفصل الفريمات، هيفصل كل واحدة عن التانية. مثلا هاخد الصورة دي، مش عارفة الجهاز هنك كده ليه، يعني ربنا يستر. ادي اهو، ادي الصورة. لو انا برضو عايزة الصورة دي تبقى ايه، تظهر برضو في وقت اكبر، هاجي هنا عندي مثلا 90، اروح دايسة اف 5 اللي هي نفسها، هي insert frame، وهاجي دوس كنترول انتر وشوفوا ايه اللي هيحصل. ادي ادو فلاش دي على لير، ده على لير شيء، وادي الصورة، بس هيبتدي يعيد العملية من نفسها تاني. تمام، عايزة اخلي في النهاية ان هو يقف في نهاية الحركة، يقف يعني بدل ما هو بيعمل كده عمل لي التكست، بعد كده الشيب، بعد كده الصورة، هيرجع تاني يعمل نفس الحكاية. لا انا مش عايزاه يعمل كده، مش عايزاه يروح يبتدي تاني من الاول، عايزاه يقف. هعمل الحكاية دي ازاي؟ هاجي هنا في نهاية الشغل بتاعي، هروح عاملة ايه؟ عاملة حاجة اسمها ستوب. الستوب دي بعملها فين؟ في الاكشن، يعني هاجي هنا وهعمل insert keyframe لان انا عايزة افصلها عن اللي قبلها، واروح عندي في حاجة هنا اسمها action frame من تحت، لو مش ظاهرة الاكشنز
الاكشن فريم دي، ممكن على الفريم نفسه بعمل كليك يمين واكشن، كليك يمين اكشن، وبكتب ستوب. ستوب بكتبها ازاي؟ ستوب كده قوسين وعلامة السيمي كولون اللي هي الفاصلة الموقوفة. تمام، اهو هعمل كنترول انتر واجرب. كده مش هيرجع تاني، خلاص وقف. تمام كده، انا ايه وقفت اخر فريم عندي ورحت موقفه. اهو هروح للاكشن. طب انا ممكن اشيل الستوب دي، عايزه احطها في مثلا في مكان تاني، يعني عايزاه بعد كلمه ادوب فلاش هنا ويقف. فهعمل ايه؟ هعمل هنا عند البداية هنا insert keyframe عليها، وهروح للأكشن واكتب stop. لو الناس اللي في ناس طبعا بتكسل ما تكتب، هاجي هنا في التايم لاين كنترول، علامة الزائد global function تايم لاين كنترول، واختار stop. دي حاجات اصلا، دي اكشنات خاصة بالتايم لاين. اهو stop، اهو كنترول انتر. كده مش هيظهر لي الصوره. ليه؟ الصوره جايه بعد الامر بتاع ستوب، مش هيظهر الصوره. عندي ده ووقف. تمام، نجربها. طيب على حاجه تاني، هشيل الايمج دي، هشيل الشيب، واشيل خلينا على التكست. ادي بعد مثلا ادوب فلاش كده، وهاجي عامله هنا انسيرت كي فريم، ممكن احط الصوره دي كده واصغرها. بصغرها من فين؟ عندي في الفري ترانزفور، واصغر الشكل بتاعي اهو، صغر الصورة. طيب انا عايزة بعد الصورة ما تظهر، هعمل هنا كليك يمين اكشن، يفتح لي الاكشن، او على طول من هنا من اكشن فريم، واكتب ستوب. انا حطيت هنا ورا الشيب على طول، حطيت الصورة ان هي بسيطة شوية، مش مستاهلة يعني نحطها على لير تاني. كنترول انتر بس وقف. طيب تمام، حد عنده اي سؤال لغاية كده؟ عشان هندخل في نقطة تاني. تمام طيب، انا عايزة اتحكم في اللون بتاع مثلا كلمة ادوب فلاش دي. انا هنا اللون بتاعها، ادي اللون بتاعها، عايزة اجي هنا اهو، عندي 30، عايزة اغير اللون. غير اللون في الناحيتين، يعني انا هنا عندي في اول فريم انا غيرت اللون بس في اخر فريم، لكن هو غيرها من الاتنين. تمام طيب، انا عايزة اتفادى الحكاية دي، بعمل
ممكن اجي من هنا الريكتانجل تول، هعمل ريكتانجل تول وبحول الريكتانجل تول ده بحوله لحاجة عندي اسمها موفي كليب. موفي كليب ادي عندي، بدوس عليه يا اما كليك يمين كونفيرت تو سيمبل، وبختار عندي في حاجة عندي اسمها موفي كليب. الموفي كليب ده انا بحط له اسم الاول، يعني ممكن انا احط له اسم اكتبه مثلا ريك واحد، وبختار الريجستريشن. ريجستريشن بوينت دي نقطة المركز بتاع عندي المستطيل ده، المركز بتاعه فين؟ يعني المركز بتاعه في النص. لو انا حبيت ادوره او اغير الاتجاه بتاعه كده، يعني هو ايه بيتحكم عندي من النص، وانا ممكن اتحكم عنده برضو ايه من الاول خالص. اوكي، الموفي كليب ده ليه شوية خصائص. ايه الخصائص اللي عندي هنا في موفي كليب؟ ممكن احط له اسم. انا ليه بحط له اسم؟ لاني ممكن استخدم الحكايه دي عندي في الاكشن سكريبت، في البرمجه عندي في الفلاش. طيب ممكن اتحكم برضو في الويتس والهايت، الاكس والواي، الكالر. اروح بقى للكالر. الكالر عندي ممكن اتحكم بيه في ايه؟ في عندي البرايتنس. البرايتنس عندي دي درجه الوضوح عندي، او يعني اما يبقى فاتح خالص او غامق خالص. اهو عندي اهو برايتنس، ممكن ازوده يبقى 100% او يغمق اكتر، بيوصل عندي يا اما لغاية الابيض او للاسود. ده البرايتنس، نخلي زيرو زي ما كان. طيب في حاجة عندي اسمها التنت. التنت دي بتتحكم بقى في اللون ازاي، يعني ممكن اخد لون معين. اهو ده هنا درجة تشبع طبعا واصل للون الاخضر، اهو بلعب في درجة اللون الاخضر ان هو RGB. هنا الجرين، يعني بلعب هنا في درجة الجرين، درجة اللون الاخضر. لو انا عايز ازود مثلا في R green blue، في الريد في الاحمر، اهو ممكن اخد لون زي كده، خليه مثلا 0 كده. انا بلعب في درجة اللون الاحمر. طيب ممكن ده 0 برضو، اهو عايز العب بس في الدرجة التانية الازرق، خلي ده 0 ماشي. بعد كده في عندي حاجة اسمها الالفا. الالفا دي ايه؟ انا بستخدمها كتير هنا عندي في الفلاش، ان يا بقى ممكن اقدر اعمل بيها حاجات كويسه. الالفا دي ايه بقى؟ يا اما انا بخلي مثلا ككلمه زي كلمه الادب فلاش دي، اخليها تبتدي مش ظاهره، يبقى في حركه وبعد الحركه ما تنتهي، يعني هي بتظهر، تظهر لغايه ما توصل لدرجه 100% نسبه الظهور. مثلا انا عندي هنا خليها 0، ممكن كده 100% وهكذا، اقدر العب في درجة اللون بتاعي. طيب لو انا مثلا روحت خليت الالفا دي على 100% وجيت هنا روحت عملت insert keyframe، وجيت هنا خليت الالفا بتاعتي بزيرو وعملت ما بينهم motion، شايفين ايه اللي هيحصل؟ اهو عمل لي ايه؟ المربع ده ابتدى يختفي يختفي، حتى خالص ما راح مني خالص. ممكن ان انا اشيل المربع ده احطه في مكان تاني، يعني مثلا يبتدي من الاول، اروح على اول فريم خليه يبتدي مثلا من هنا ينتهي في المكان ده. انترول انت تمام.
نفس الحكاية ممكن اقدر اعملها بقى على التكست. ازاي يعني؟ انا هاجي هنا اشيل بس الكلام ده، هاجي على التكست اللي عندي، خلينا نعملها من البداية. احول التكست ده convert to symbol واحوله لموفي كليب. تمام. اجي عندي هنا الكالر، اخلي الالفا بتاعتي تبتدي مثلا بزيرو، اخلي التكست مثلا بداية هنا، واجي هنا عندي الاربعين اخلي insert key frame التكست برضو ينتهي مثلا هنا او اهو. الالفا زودها خليها بقى 100. فاضل ايه اللي ناقص؟ هعمل كرييت موشن توين ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا لو هو بيتكرر كتير عشان مش عاملين ستوب. تمام. ممكن برضو هاخد، بس لو اخدت هنا كوبي مثلا من التكست ده، كوبي اخد نسخة واحطه على لير جديد، وهاجي هنا واعمل كليك يمين مثلا بيست. لو انا عملت بيست بس هيظهر لي في اي مكان على الستيج. انا اخدت كوبي بقى نسخته، وهنا عملت بيست يعني لزقته هنا على الستيج، بس ايه حطه في اي مكان. لا انا مش عايزاه يحطه في اي مكان، عايزاه يحطه مثلا في نفس مكانه بالظبط اللي كان عليه اخر مرة او اللي انا خدته منه كوبي. يبقى هعمل هنا كليك يمين، بس بقف على اللير ده، كليك يمين بيست ان بليست، يعني الزمه بس في نفس المكان اللي انا خدته منه كوبي. يعني انا خدت كوبي منه في المكان ده، عايزاه يحطه في نفس المكان اهو، بيست ان بليست. تمام. لو جيت بقى اغير في اي حاجه في الموفي كليب ده، لو جيت غيرت اللون ده مثلا الاحمر، انا دخلت جواه وبغير، هروح هنا لاول الموفي، يعني خلينا نشيله من مكان نحطه هنا، غير برضو القديم. لو انا عدلت على الموفي بيعدل برضو على الموفي القديم اللي عندي. يعني لو انا عدلت اخدت منه نسخة مثلا وعدلت عليها، عدلت في لونها، عدلت في الحجم بتاعه، وعدلت في اي تعديل، بيعمل نفس الحكاية، بيعدل على القديم. تمام. طيب انا هنا عندي ادي الشكل ده، ممكن اكون عايزة اعمل العكس، يعني اجي هنا اخليها بزيرو، هنا insert key frame واشيله واحطه هنا، اخليها بمين، يعني هنا ابتديت بألفا بزيرو اهو، شايفين هيعمل ايه؟ انا بس كتبت الكلمة بس خليناهم عكس بعض. تمام. لو طبعا انا عايزة اعمل ستوب في النهاية ما اقدر اعمل ستوب، ممكن اخلي الاتنين يبقوا في النص مثلا، عشان تبتدي اخليها كده نهاية كل واحد. هاجي هنا واعمل ستوب،
للناس اللي بتسأل على الأكشن، أنا ممكن أجيبها من هنا على نت إزاي، بيكون فيها كل الأكشنز اللي عندي. بس طبعا أنا بكتب حاجات بإيدي، بس هو في أكواد عندي اللي جاهزة زي أو تايم لاين ستوب. تمام كده واقف خلاص. ما حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ تمام طيب، هتقدر تنفذه بيه ايه؟ مش عايزة اشوف نفس التطبيق ده نفس الحاجة دي، لا عايزة اشوف حاجة فعلية كده. ماشي اوكي، عايزين حاجة جديدة. ما انا عايز اشوف الناس تقدر تشتغل بيه ايه يعني. بصراحة في ناس بعتت لي شغل حلو خالص، طب يعني طبقت الكلام وطلعت حاجة حلوة. نفس المؤثرات، هناخد دلوقتي المؤثرة. طيب انا بس هشيل الستوب اللي هنا، هتلاقي مؤثرات يعني تقريبا احسن، لان انا اسمع ان الفلاش احسن من السويتش. هعمل لير جديد واشوف عندي ايه المؤثرات اللي اقدر الاقيها عندي هنا على الفلاش. هكتب برضو ازود بس الوقت التاني، عايزه اخليها ايه، اخليها بس على اول فريم بس، يعني فريمايه واحده بس ليها الكلمه دي. في عندي هنا insert timeline effect، في عندي تاثيرات على التايم لاين. طيب احنا اللي النهارده هناخده البلور والدروب شادو والاكسباند والاكسبلود، هناخد الاربعه دول. وعايزه اشوف تطبيقاتكم على الكلام اللي احنا خدناه ده، نكمل المرة الجاية ان شاء الله. هناخد اول حاجة اهو البلور. البلور يعني هو ايه؟ هو هيعمل للكلمة دي يزودها، بس هيزودها بقى بتكرار، بيبقى زي فيها ستريتش شوية. الافكت ديوريشن يعني المدة اللي انت هتاخدها هنا كام، هياخدها في 16 فريم. ممكن اتحكم فيها لان هو هيتحكم برضو في السرعة بتاعة البلور. يعني هو مثلا لو خليتها 20 السكيل. اهم حاجة عندي هنا الدايركشن اوف موفمنت، الاتجاه عندي بتاع الحركة. لو انا خليت الاتجاه لفوق وعملت هنا ابديت بريفيو، عايزة احدث، عايزة اشوف هنا في البريفيو قبل ما اطبق عندي في الفلاش، بدخلها عندي على التايم لاين اهو ابديت. هنخليها لفوق، شايفين البلور بيعمل ازاي؟ تبتدي الكلمة تبتدي تتمدد عندي لفوق، زي بيحصلها تكرار لحد ما تختفي. طيب لو انا عملتها مثلا على جنب كده وعملت ابديت،
شايفين كده ايه اللي حصل؟ بس هو احسن حاجة عندي في النص، فبعمل كده قبضي حسب كل واحد هو شايف ايه، او هو كل واحد هيستخدمها في ايه. وبعد كده في عندي اللاو اوريزونتال بلور، يعني ممكن عايز يستخدمها بقى اللاو اوريزونتال او فيرتيكال، يعني اما هيستخدمها في كالتمدد ده يحصل له افقي او راسي. لو انا بس شلت مثلا الفيرتيكال ونشوف كده، بس هيحصل لها اوريزونتال بس افقي بس. ابديت، شايفين عامل ايه؟ والعكس طبعا. ماشي، هعمل ابديت واعمل اوكي بعد كده. وهعمل كنترول انت. تمام، يعني ممكن حد يعمل لها مثلا الحركة دي، يعملها زي كده مقدمة بسيطة، يكتب كلمة مثلا تبقى مقدمة، يعمل لها الحركة بتاعت البلور دي، وبعد كده بقى يعرض كلام، بعد الكلام ده يعرض صور وهكذا. ده لو بلور. طيب انا عايزة اعمل برضو على نفس الكلمة، اعمل مثلا واروح هنا بانسيرت تايم لاين افكت، بس هعمل دروب شادو او دروب شادو بس يدوب كده. ممكن اغير اللون اهو، عايز اخلي نفس اللون ده. وبتحكم في الالفا، الالفا بتاعت الشادو اللي ظهر، يعني ممكن 20 نشوف ايه اللي حصل. تمام، درجة الالفا بتاعتها يعني الشفافية بتاعته قلت شوية. الشادو اوفست، عايزة الشادو ده برضو اتحكم فيه، مثلا خليها زيرو واعمل ابديت. الاكس عندي بزيرو بيخليها بالظبط تحت، مثلا هنا 5 ابديت. اوكي، طيب مثلا هعمل بس ايه، انا هشيل اللاير ده، نحط لاير تاني وهجرب بس التانية دي، ان شاء الله هتعجبكم. يعني insert timeline effect، في عندي expand. expand بيحصل لها بقى تمدد، نشوف expand يعني ايه. expand و explode هي اللي هتعجبكم برضه، يعني ممكن الكلمة تبقى بيمد الكلمة كده زيادة شوية. برضه effect duration اتفقنا عليه ان هو بيحدد عدد الكلمة دي هتاخد تتاخد في كام فريم. مثلا الاكسباند انا عايزاه يبقى على الناحية دي بس، اهو هعمل ابديت. بيثبت هنا، يبتدي التمدد يبقى على الشمال على طول. لو انا عايزاه بس كده اهو، تمام، واعمل اوكي. نفس الكلام يعني اهو. لو انا بس انا هعمل كنترول زد
هجرب اللي هي اكسبولد. اكسبولد يعني زي الكلمة هتنفجر بعد كده اهو، اكسبولد كده لفوق، ممكن اخلي الاكسبولد ده لتحت كده اهو. هنقول اوكي ونجربها على كلمة اكبر يعني. عامل كنترول زد برضو ممكن اكتب ويلكم. صغر بس الخط اهو، دي وضحت معايا شوية. وهنا بتحكم بقى برضو هنا الاكس والواي، ممكن اخليها هنا 50 بديت. بتحكم في المساحة اللي هيظهر فيها عندي الاكسبلود او زي الانفجار ده هيطلع في قد ايه، المساحة بتاعت الاكس والواي. كده اوكي. بس تمام، حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ حد عنده اي سؤال؟ حاضر. ماشي حاضر. هنقول الموفي كليب وبعد كده اقول لك حكاية الصورة. حاضر. انا ممكن اخلي مثلا اللير ده لو انا عايزه احطه تحت اللير ده بشده واتحكم فيه، شده لفوق او لتحت اهو، اشيل مثلا التكست ده. الموف كليب ادي انا هعمل اهو شكل، هعمل المستطيل دوت واحول الموفي كليب، بدوس عليه كليك يمين convert to symbol. هو الموفي كليب لسه ليه شوية حاجات احنا لسه هناخدها يعني، بس احنا يدوب خدنا يعني حاجة من الحاجات الكتير اللي هو بيعملها، لسه احنا في استخدامات اكتر من كده. وبكتب هنا الاسم مساري واحد، طبعا عشان انا مسميه حاجة بالاسم ده فمرضيش يسمي تاني، لازم اسمي باسم مختلف. تمام كده انا حولت الموفي كليب. احنا
احنا بس اللي خدناه النهاردة تطبيق الألفا في الموفي كلب، وممكن نستخدم التطبيق التاني اللي هو مثلا نستخدم التنت دي، اغير في اللون بتاعه اهو، نحطه هنا، وحاجة هنا عندي عند الأربعين، واعمل insert keyframe، وهاخد الشكل ده واحطه هنا وغير اللون. وبعد كده هينتهي، وحاجة هنا في النص، واعمل create motion tween، واعمل control enter. شايف اللون ايه اللي حصل له؟ اتحكم عندي في اللون. انا في الاول لما كنت بعمله على كده، يعني احط الشكل كده واعمل موشن توين ما بينهم، بيعمل لي بس بيحرك الشكل من مكان لمكان تاني، بيوريني بس الحركة. لو انا غيرت في اللون، يعني مثلا احنا طبقناها بس على الكلمة، لو انا غيرت بيغير في الاتنين. لا، انا حاولت موفي كليب بيعمل لي زي بيفصل ده عن ده، موفي كليب بس ايه، بالخصائص، بخصائص الموفي كليب. تمام كده، بس انا لعبت في اللون. لو انا جيت هنا مثلا اتحكمت في البرايتنس، هنا زيرو. طيب هروح هنا، هروح في البرايتنس اخليها مثلا اخفها شوية، بس مش عايزة اخليها خالص اهو. طيب ازاي اغير الصورة؟ فهمتي كده؟ تمام. بالنسبة لحكاية الصورة، هعمل هنا import two stage، بس انا عملت layer تاني، وهاخد مثلا دي، ادي الصورة اللي عندي، باجي هنا modify bitmap، وبعمل trace bitmap. هو بس بيعمل لي زي فصل للالوان، وبعمل بيها ايه، احنا قلناش المره اللي فاتت، بخلي الشكل ده عامل زي الفيكتور. يعني الناس اللي هي شغاله فوتوشوب هتعرف الكلام، يعني ايه، يعني بيخليها كاني انا رسمها رسم، او فيها جزء كده الالوان كده عندي منفصله اهو، تريس بتماب. لو انا خليت الكالر ثري شولد 100 كده بيفصل الالوان اكتر، يعني بيتحكم في كل لون لوحده اهو. عايزه اخد مثلا الجزء الابيض ده اهو، شيله، ممكن اللون بتاع لون الطاية بتاعته ده اهو الازرق ده، ممكن اغيره. انا غيرت اللون بتاعه مثلا، هيجي هنا اغير اللون ده. تمام، هشيل اللاير ده، وعايزه بس الصورة بتاعته دي بس تطلع برا عندي، بس تطلع ايه، كصورة شفافة مثلا. لو انا ممكن اخدها كصورة شفافة، ممكن اخدها صورة عادية. هاجي من فايل عندي اكسبورت ايمج، انا عايزها بس كصورة، اكسبورت ايمج. وحاجة هنا لو انا عايزها صورة شفافة هزيفها كبي ان جي، لا عايزها بالخلفية البيضة اللي وراها هزيفها جي بي جي. تمام، جربيها ان شاء الله كده تنفع معاك. اهو لو انا عايزها كده بي ان جي، لو انا عايزها صورة شفافة. اوكي،
تعملي سيف بعد كده واستخدميها زي ما انت عايزه. تمام. جزء الكتابة بالعربي احنا قلناها قبل كده، لو حد فاكر الموقع يكتبه او ندخل عليه مفيش مشاكل. بدخل على الموقع ده، هكتب الكلمة اللي انا عايزها، بعدين كتبت الكلمة، وبعد كده بعمل كونفيرت لان هو الفلاش ما بيقبلش عربي. كونفيرت الموقع ده بيدعم بقى الناس اللي بتشتغل على الفلاش، بتشتغل على 3 دي ماكس، لانه برضو البرنامجين دول ما بيشتغلوش عربي. وهعمل هنسخ الكلام اللي طلع لي ده، وهروح عندي في الفلاش واحط اهو التكست، هعمل تكست واعمل بيست للكلام اللي انا نسخته. لو حد طلع له بقى الكلام بالشكل الغريب ده، بروح هنا العب في الخطوط ان هو كده طالع انجلش. اهو اخيرا الاقي خط عربي اهو، طلع في الخطوط زي ما انا عايز. ممكن اصغر شويه. تمام. ممكن اغير اللون، يعني بستخدمه بعد كده زي ما انا بستخدم الخطوط الانجليش بالظبط. ازاي ما انا بعمل سيف زي ما بعمل سيف عادي. انا باجي بعمل اهو فايل سيف اس، انا هسيف الشغل بتاعي ده، هسيفه مثلا على الديسكتوب، هعمل بس فولدر هنا عشان اوريكم ايه اللي هيحصل لما تيجي تسيف شغلك. ايه اللي هيحصل؟ هعمل بس فولدر ماشي، وهسميه ليكتشر 4، هسمي هنا برضو الفلاشة بتاعتي. بيطلع لها حاجتين بقى، في عندي حاجة بتطلع FLA، ده السورس بتاعي اللي انا اقدر اعدل عليه. السورس بتاعي اللي انا اقدر اعدل عليه، وبيطلع حاجة تاني اسمها الامتداد بتاعها SWF. SWF ده بقى اللي ما اقدرش اعدل عليه، بس ده بقى بشوف ايه، بشوف الشكل بتاعي اللي انا طلعته في الاخر ايه، واللي انا هستخدمه في النهاية. يعني انت مثلا بعد كده لو انت عملت اسطوانة، عملت اي حاجة، عملتها بالفلاش، عملت بانر بالفلاش، بتدي الشغل بتاعك، بتدي ال SWF، مش بتدي الشغل السورس بتاعك. يعني زي مثلا انت لما بتشتغل على الفوتوشوب، لما بتسلم ايه، بتسلم الجي بي جي او البي ان جي او الصورة يعني اللي طلعت لك، الاخراج بتاع لك اللي طلع لك. تمام. او اكس اي. تمام. مش بتسلم البي اس دي عشان محدش يسرق الشغل بتاعك. اهو لو انا جيت هنا عملت كنترول انتر، اهو ده الشكل اللي طلع. انا هروح اشوف عندي هنا، هفتح الفولدر اهو اللي طلع لي ال FLA وال SWF، بقدر اشوفه من بره. سوينا بس عشان المشكلة في الجهاز بيطلع لي في الفيديو. طيب
هاخد ده مثلا كله صخره بس شوية، هروح هنا ادي الشكل ده وهحول اول كلمة دي convert to symbol وخليها موفي كليب. النيم بتاعه مثلا هسميه، ممكن اسمي عربي على فكرة عادي، هنا داري واحد. اوكي ادي الموفي كليب ده، انا حولته موفي كليب. لو انا خدت نسخة منه ممكن اخد نسخة منه على فكرة بالت الت واشد، اذا انا خدت منه النسخة. لو جيت غيرت بقى، انا عايز اغير، ممكن اغير، انا عايز اغير ده بس ايه، عشان انا من بره، بره الموفي. لا انا عايز ادخل جواه واغير في اللون بتاعه. لو انا غيرت شوفوا ايه اللي هيحصل. شايفين اللي من فوق دي اللي هو الموفي كليب اللي انا ناسخه منه، اتغير برضو اللون. اي يعني لو انا عملت اي حاجه جيت هنا عايزه اكبر اهو، برضو بيكبر في اللي فوق. لا انا مش عايزه كده، هعمل ايه؟ قبل ما ندخل جواه بروح هنا للموفي كليب، في عندي حاجه اسمها سواب. سواب دي حاجه لسه متقدمه شويه، بس انا هروح اعمل سواب عشان بتحصل كتير واخطاء الناس كتير. وهنا بيقول لي في حاجه اسمها دوبليكيت سيمبل. دوبليكيت سيمبل يعني انسخ منه نسختين. السيمبل ده انا هنسخ منه نسختين، عادي هنسخ منه نسخة تاني وهسميها دارين اتنين. اوكي طيب، يبقى انا عندي اهو دي بقت دارين واحد، دي بقت دارين اتنين. لو انا جيت دخلت ورحت غيرت في اللون اهو، شايفين ولا اي حاجة، ملوش علاقة بده، ده ملوش علاقة بده خالص، ده لوحده وده لوحده، كل واحد فيهم سيمبل لوحده. تمام، يبقى انا هنا بس ان انا بعد بعمل سواب واعمل دوبليكيت. ليه بعمل دوبليكيت؟ لاني بدل ما انا اكتب الكلمه من تاني تمام واغير لونها واشوف لون خط تاني، نوع الخط تاني والكلام ده، انا بختصر على نفسي كل الكلام ده واعمل سواب واعمل دوبليكيت. وخصوصا لو انت مستعمل صوره مثلا، الصوره هتروح تعمل لها تاني، تجيبها من هنا من اللايبراري تاني، وتروح مثلا انت رحت عملت لها السايز بتاعه وصغرته او كبرته او هكذا. بدل ما اعمل كل القصه دي انا بوفر على نفسي، بس يعني هي خطوه واحده انا لو ركزت فيها هتطلع معايا تمام. ها حد عنده سؤال تاني؟ هي خلاص احنا خلصنا الدرس، بس بنشوف الأسئلة. الواجب، الواجب عايزين نشتغل بانر وفي حاجات متحركة، يعني تشوف مثلا صورة تحركها، تحرك الكلام. ممكن تحرك الكلام تمام، تحط صورة عايز تحركها، عايز تحطها ثابتة زي ما هي مفيش مشاكل. اوكي انا عايز اشوف شغلكم في البانر ده الاول، والمرة الجاية هنعمل بانر، بس انا عايز اشوف الناس تفكيرها هيوصل لايه. ممكن نخليها مثلا 800 في 300.